قد تحدثنا من قبل عن علامات الساعة الكبرى الذي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى، ولكن اليوم للأسف نتحدث عن علامات الساعة الصغرى الذي أخبرنا أيضا بها الله سبحانه وتعالى. علامات الساعة الصغرى هي العلامات التي تدل على وقوع القيامة، إلا أنها تسبقها بزمن طويل لتصبح مما يعتاد الناس وقوعه، وفيما يأتي بيانها بشيء من التفصيل. بعثة النبي وموته. بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء، فلم يبعث نبي بعده إلى يوم القيامة، فكانت بعثته أول علامات الساعة. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء وكان الله بكل شيء عليما. كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ومن هنا فإن موته صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى للقيامة، ويؤكد هذا قوله عليه السلام: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. كثرة المال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نبوي أن الله تعالى سيغني الأمة بالأموال، وأن ذلك من العلامات الصغرى للساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. ويضاف إلى ما سبق اتساع الحكم والملك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ومن ذلك الفتوحات التي تحققت في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، والغنائم التي نالوها من تلك الفتوحات، وكما حصل في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، إذ كان الرجل لا يجد من يمنحه الصدقة، وقيل إن ذلك إشارة لما سيقع آخر الزمن في عهد المهدي وعيسى عليه السلام، إذ تخرج الأرض بركاتها وتكثر الأموال، وقيل إن الناس تستغني عن المال ولا يلتفتون إليه بسبب انشغالهم بأمر الحشر والقيامة. انتشار الفتن. تعود هذه العلامة إلى عدة أسباب يذكر منها الأهواء والفرقة والخصام. قال صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من الوقوع في الفتن ويسألون عنها، كحذيفة بن اليمان الذي ورد عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وينبغي للمسلم أن يقي نفسه من الوقوع بتلك الفتن بتمسكه بتعاليم الإسلام ومنهجه، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت موضع بالمدينة من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. ظهور مدعي النبوة. إن من علامات الساعة ظهور العديد ممن يدعون النبوة على خلاف بين العلماء في عددهم، فقيل إنهم 30، وقيل إنهم غير محددين بعدد، وقد ظهر عدد منهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم أتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، وفي رواية ينبعث. ومن الذين ظهروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب الذي اتبعه عددا كبيرا، إلى أن شكلوا ضررا، وقد قضى الصحابة عليه زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وممن ادعى النبوة أيضا الأسود العنسي من اليمن الذي قتل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ادعت سجاح زوجة مسيلمة النبوة، إلا أنها عادت إلى الإسلام بعد مقتل زوجها. وبعدها ظهر طليحة بن خويلد الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. ومنهم أيضا المختار بن أبي عبيد والحارث الكذاب وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. مشاهدين الكرام،
ظهور علامات الساعة اليوم في السعودية. ابقوا معنا لنهاية الفيديو لتعرفوا ما ظهر، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وتجدر الإشارة إلى أن أحداث اليوم الآخر من الأمور الغيبية التي لا يمكن للعقل تصورها وإدراك حقيقتها، وإنما جاء خبرها بالأدلة الشرعية القاطعة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. ولكن هناك أشياء كثيرة ظهرت في هذه الأيام تدل على اقتراب الساعة، ومنها علامات صغرى وأيضا علامات كبرى. فمن العلامات الصغرى التي ظهرت هي أمور خاصة بالنساء والفتيات والزوجات، فبدأ كل هؤلاء في فعل بعض الأعمال التي لا تتناسب مع قيم الدين وتعاليم الله ورسوله التي يعلمها الجميع منذ نشأت هذه الدنيا. فمن هذه العلامات الصغرى هو ارتداء النساء والفتيات الملابس القصيرة والضيقة التي تبرز مفاتن جسمها من جميع الأماكن، حيث تصبح هذه الأمور هي عادة لهم، ثم يقولون بأنها هي الموضة في هذه الدنيا. وليس هذا فقط، وإنما أيضا بدأت النساء والفتيات يرتدون الملابس مثل الشباب تماما ويتشبهون بهم في كل شيء. ولكن هناك الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لعن الله النساء المتشبهين بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء. فبدأت الفتاة تلبس البنطال الضيق مثل الشاب تماما وتظهر مفاتن جسمها وهي في الشارع أمام الجميع، وتجعل الجميع ينظرون عليها ويتحصلون على الذنوب والمعاصي من هذه الملابس الضيقة. ولكن ليست الملابس الضيقة فقط مثل ملابس الشباب، ولكن أيضا الملابس القصيرة التي تجعل الشاب ينظر على الفتاة ويتخيل أشياء محرمة بسبب هذه الفتاة وبسبب ملابسها، وتعود الفتاة تقول بأن هذه هي حرية شخصية للفتاة، وهذا لا يعطي الحق للشاب بأن ينظر على الفتاة، ولكن لابد أن ينظر إليها مثل أخته. ولكن بالطبع هذا الشيء هو خطأ تماما، كيف للشاب أن ينظر إلى الفتاة مثل أخته وهي تقوم بارتداء هذه الملابس التي تثير غرائزهم بكل سهولة، وتجعل هذا مدخل للشيطان بأن يدخل به حتى إلى الشاب الملتزم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، وإنما هناك أيضا علامات ساعة، ولكنها علامات كبرى، ومنها طلوع الشمس من جهة الغرب. تختل حركة الكون بطلوع الشمس من جهة الغرب على غير عادتها التي ألفه الخلق عنها.